انت والله زي ما بقول لك والله تخيل كنت معاهم انت انا كنت معاهم بس انا ايوه ايوه جاي انا انا ثاني جاي يا المرة في حاله وضوع المرة في حاله وضوع انا كنت المرة دي في ثالث في العربيه قبل ما اتصل زوجتك زوجت محمد يا اخي ايوه محمد دارنا محمد ايوه محمد قلت لنا العربيه نمشي محمد ابصل على ايوه قلت له يا محمد المره انت ما حاجز لها انت أيوة. ما وديتها من قبل مالك قال لي لا المره الوجع جاء هسه يا اخي ولا أيوة. مجهزين حاجاتنا كلها اوراقنا ما كان يجيب لهم بوكس ما كان ركبته طوال العربيه والله انا خفت اتل في العربيه لكن الحمد لله وصلنا لكن انت عارف حاصل شنو خش جوه الدايات زول الحمد لله وصلت الدايات الحمد لله اظن ما بعرفوا عنده الحاجه قالوا لهم وراكم وينه قالوا لي المره قالت لهم يا اخواننا والله من ضايقه خلاص دار قالت كذا بعدين بجيب لكم الاوراق الاوراق من اللخمه من اللخمه ما بعرف الملف عندنا ملف يا زول الملف وينه يطلعوا بيجوا يطلعوا فوق وينزلوا تحت والمره قاعده متضايقه المره تعبت خلو بس تعبت تعب شديد بس في الطبيزه كذا قامت سنقرت فيها سنقرت كذا اجانا ملك لا لا يا اخي والله ولدت شنو انخلعت في المكتب ايوه قامت الدكتوره قالت لها انزلي قلت انزلي دي شارع وقع لا لا يا اخي والله العظيم في المكتب ايوه والله في المستشفى مع المكتب المستشفى في غرفة في المستشفى ذاتها هو مش المستشفى دي ما فيها مكتب لا ما فيها مكتب مش المستشفى جوا محل الولادة قلت لي ايوه محل الولادة الشافع وقع شيلك هتلموا الناس بتاع هنا شالوه طوال يلا جربوه ركبوه اسعاف ودوا شوفوا مستشفى ثاني الراجل المرأة جاء جارنا قال ابدا هنا ده ما بخليها طوال قام ودا مستشفى ثانية صدق والله يا مشوا كشفوا الحمد لله رب العالمين الشافع طلع تمام 100% وامه طلعت 100% كل الكشوفات 100% الحمد لله ربنا ما موجود يا اخي والله يا هو الحمد لله الحمد لله لكن ما كل مره بتسلم الجره انت عارف المره دي ممكن كان يحصل لها شنو أيوة والله كانت ممكن تحصل لها اشكالات كثيره جدا اي والله ترقدها بالسنين كانت هي وجنان الاثنين يموتوا هاي اي والله العظيم وهي ذاتها ما بتسلم منها اي والله ما انا قلت لهم قلت للزول واحد دكتور كذي واقف برا قلت له يا اخي دي ما مره دارت تلت وعاين ده الطفل عليك المجوله انا قريت مجله فيها هنا حقوق الطفل ايوه قلت له وين حقوق الطفل هنا هذول هاي قال لي هاي امشي بين حقوق الطفل قال حقوق الطفل انا بس والله ما قريتها كلها كان قريتها كلها كان قلت له حقوق الطفل قال شنو؟ حقوق الطفل حقوق الطفل اي والله انت قال حقوق الطفل ليش شنو؟ عليك اللي كلامه والله ما كلام ما كلام في حقوق طفل لا في والله انت ما قريتها بس والله ما في والله ما في خربانه من كبار يا اخي والله خربانه من كبار يا اخي دار خنقو لو مو بس دار خنقو ليه حقوق الطفل ولا حقوق الطفل؟ هاي ماما اعمل لك شنو؟ والله الا تكوري انا الامم المتحده ما في حقوق ما في حقوق والله يا اخي وخربانه من كبار يا اخي والله ولا اشتغل بها الشغله والله حسي اقول لك انا قريتها والله ها؟ انا قريتها هاي ماما حقوق الطفل الامم المتحده والله قريتها يا اخي الطفل ده حسي حقوقه في القنوات الفضائيه اللي احنا عاملين فيها مسغفين وافتكرين واعتقد انه وبعد ذاك المسائل اللي اننا لابد من انه تتكون بجهه محدده في سبيل اننا احنا المساحه للطفل في القنوات الفضائيه قدر خرم الليبره صغيره وفي قنوات محدوده ده الاول حاجه لازم نمسك من فوق تقول لي انا المستشفى وما المستشفى هاي لا ماذا حقوق الطفل الجنه ده نحن ظالمينه وحتى اسم الله الجنه ده قاعدين نظلمه مما بيمرق كذي صغير نحن ظالمينه بلا حقوق طفل بلا روضه بتاعت تقفلوها بلا هناي تقفل 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 انتوا بتعرفوا شو عن حقوق الطفل شوفوا ديل ده عيني ده شوف ده وشوف ده وشوف ده ده كله شغالين هنا في السوق ديل ده شغالين في السوق انتوا تعال يا ولد تعال انت شغال شنو هنا تعال 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 شغال شنو هنا ها شغال دردقه ده يا جماعه ده بدل يكون في المدرسه وين المدرسه بدل يكون في المدرسه اشتغل دردقه جسد دردقه يا جماعه يا قال لك ما اجي اجازه اجازه ما في اجازه خلينا هكذا انت شغال شنو ده شغال شنو هنا ها شغال شنو
دردقة ده يا جماعة دردقة عندك شوفوا ده يا جماعة شوفوا ده شغال شنو؟ شغال شنو؟ دردقة خليك يا جماعة دردقة ده المدرسة كيف؟ تعال ايوه ليك اهو ده اهو ده الهندسة اهو ده المهندس ذاته شغال شنو؟ بقرا في خلوة ايوه بقرا في خلوة تقرا في خلوة جيتينا ليه؟ دي خلوتهم دي خلوتهم دي خلوتهم دي خلوتهم دي خلوتهم دي خلوتهم يا هنا كويس انت كويس اها وانت لبس حضر الفطور يعني ها هاي دردقة شغال دردقة دردقة بتدخل في اليوم كم؟ دخل في اليوم؟ ها؟ 10 جنيه حاجة بس وبتودي القروش وين؟ القروش بتوديها وين؟ بابا باكل بيها فول حاجة تاكل بيها انت بس؟ تاكل فول 10 جنيه؟ المدرسة خليها ما ممكن يا اخي ما ممكن يا اخي قايلة بيشتغلوا دردقة ليه؟ أه. عشان بيواجهوا نوعك ده وأنا؟ ايوه بيواجهوا نوعك ده انت ليه كيف يعني؟ انا عبد الله عبد الله جا قال لي يا اخي الروضة دي فيها كذا 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 وعنده ولد وبيقرا هنا وجاك هنا صح الكلام ده ايوه جاني ده عبد الله جاني ايوه ايوه وجاك وكلمك وتكلم معاك ودي مسؤولياتك انت والله هي ذاتها ما مسؤوله انت يا اخي الطفل ده ما عنده حقوق يا اخوانا والله اقول لك حاجه انا اطفالي انا خرجتهم من الروضه هسي والله العظيم في ناس ماشيين على الجامعه بالله سيبكم يا اخي ده عندهم عندهم اي عندي والله جاب سايبر استيزان ورقه سايبر استيزان بقى زمانك اهلنا زمان بيقول لك شنو يا اهلنا زمان بيقول لك شنو بيقول لك العقده مين خدره هاي يعني العقده هاي ها وهي خدره هاي وهي خضراء أي. بتمسك ايوه بتمسك شديد ايوه يعني انا كم ما بقيت حريص عليه في الفتره دي أه. تاني خلاص صح لو السعفه دي صح نشفت تاني ما بتربط صح بتتكسر وكان بليتها بتنشف تاني بتتكسر اي لكن الناس اللي يفهمون كيف انه الطفل ده عنده حقوق كيف يفهمون كيف ده دوري يا اخي ده دوري ده دوري انا ودورك انت ودور الاعلام ودور الصحفيين كلهم المفروض يكتبوا وينشروا عن الحاجه دي تويتا والممثلين بتاعين المسرح ديل المفروض يعملوا مسرحيات للاطفال ها وانا زال والله كان جد عملت مسرحيات يوقفوك ويقول لك اتفضل اقفل حياتك ده اتفضل تقول لي حقوق مهضومة حتى الطفل ده مظلوم ظلم شديد خلاص كان كده تعرف يا ابو ذاك انا لقيت واحد شافعي صغير كده بعين لك كده بعين للعربات كده في الزلط داري يقطع الزلط مسكته من يده كده بالله داري قطع الزلط في زول هنا قال فيك يا زول هج لا حول ولا قوة بقت ما في صيغة ذاته ما في صيغة ما في صيغة لانه احنا ذاتنا بقينا ما بقينا كيف ما عارف لكن اخوي والله بصراحة كده الزول ده معاه حق هسه عليك الله شوف الحوادث حقات الاختصار ديل الاطفال اللي بيختصمون ديل اغتصاب واختطاف ولده كان بيتكلموا سكتوا ساكت طبعا الطفل بيخاف ما بيفهم حاجه زول لسه بسيط عن انا اكلمك اهله كان عرفوا برضه سكتوا ساكت بس بيقولوا ما دارينا فضيحه شفت الكلام ده كيف؟ والله السكوت ده ذاته والله جريمه يعني معناتها ابو مروه انتهت منه الحاجات دي ابو مروه ده خلاص انت عسك مسكت لك طفل ما بقول لا طوالي زمانك الناس كانت حنينه اي أيوة والله زمانك الحله ايوه بتربي كلها جماعيه والله ايوه والله لكن اقول لك حاجه كان وقعتها برضه بقيفوا معاك بقيفوا معاك والله لا في زول كان وقعتها ما في زول بقيف معاك والله وما في زول بنهريك شافع أيوة اقول لك نهره مالك نهره مالك خليه يلعب اي وقعوا فيها الكبار كان غلط الا غلط مالك بيه هاي اي أيوة والله يعني بقت تسبب مشاكل لا مشاكل انا والله بصراحه كده والله انا كنت اقعد كده براي مع نفسي كده والله بقى جنى ده والطفل والله نحن ظالمين منه لا والله مما يقع كدي اول حاجه كان جاب لك حاجه قال لك هاك شوف دي رسمتي تقول له امش كدي بالرسمه بان انا اقدر اطلع عليه كمان رسام امشي كدي في نفس الوقت انت ما فاهم انه الرسم ده زول مبدع هاي. ممكن يطلع زول فنان ماله انا ما بخليه يعبر ذاته كله بعدين بالنسبه لي عباره عن جهاز بتاع استقبال بس انا امشي هناك لكن ما بدي فرصه لكن انت كده بتحقق في رغبتك انت ده ما بتحقق في رغبته هو كيف لا انت ما شوفه هو رغبته في شنو يعني شوفه هو بشيل شنو هاي بيتعامل مع شنو من الحاجات هاي هو زول المفروض يعني المفروض تعرفه هو علمي ولا هذا بمين بدايته لما ده انا ما معاك هاي لكن احنا ما قاعدين نعمل كده بس انا بقول لك في شنو كلفته والله كلفته ساكت وحاسم الله كلفته وجيله جايده ها خمصر والله انا قريت والله الطفل ده اول حاجه المفترض عنده حق يتعلم لا بالمناسبة ده ما هبة
ده حق من حقوقه، ما هبه، ما حاجه بتديها يعني هبه، لا 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 لا، حق. يتعلم، يتعالج، يقرا، ياكل، يشرب، يتربى كويس، ده كله حق بالمناسبه. نحن ما قاعدين ندي له يا اخي. نحن اشوف على الصغار اقول لهم شكرا دون الفضله. ايوه، ما بنحترمهم، نجيب لهم اكلهم حقهم براون، سنياتهم براون. ما زول انت، ما عدي زول، ما عدي زول. أيوة. لسه لما نبقى زول. ايوه، قلت له كبير انت الزول ده، في نظرك شنو؟ في نظرك شنو؟ قول له لا، الزول ده لما نبقى خلاص كبير كذي وعنده هنا شنب ودقن ويسوي يتكلم لك حتى يبقى زول. ايوه، الزول ده ما من هاي من سيد الزول. لا لا لا، نحن من صغير ما بنشتغل به. قلت له صغير نحن ما بنشتغل به، هو ده شافع سايق، عشان كده فاقد حقوق كثيره. أيوة. اي تعال.